شكرا جزيلا، سعيد جدا بوجودي معكم عبر قناة الأهلي، سعيد بوجودي معكم، أهلا وسهلا. يعني زي ما كنت بتكلم هبتدي الأول على مستوى الأندية. غابت الأندية، والحقيقة مش بس الأندية الألمانية، غابت كل الأندية المرشحة للتتويج بلقب بطولة الشامبيونز ليج، الريال، البارسا، مان سيتي، بي اس جي، وبايرن ميونشن، ووصل في النهاية فريق كان خارج التوقعات تماما، تشيلسي. بصمة توماس توخيل كانت واضحة، في رأيك ازاي بتشوف انجاز حققه توماس توخيل مع فريق تشيلسي الموسم الحالي؟ بكل تأكيد توماس توخيل هو مدرب رائع، ترك دورتموند وذهب إلى باريس سان جيرمان وظهر بشكل جيد. إنه مدرب رائع قوي، مدرب بروفيشنال احترافي على أعلى مستوى، درب فرق كثيرة أيضا، وهو مدرب صغير في السن، يمتلك قدرات عالية، قدرات رائعة. بالفعل كان مانشستر سيتي هو المرشح الأبرز، ورغم كل ذلك حقق توماس توخيل هذا الإنجاز. من وجهة نظرك دلالة فوز تشيلسي أو تحقيق تشيلسي اللقب دوري الأبطال، يعني وأنت مهاجم، ومهاجم لعبت المنتخب ألمانيا ولعبت لشتوتغارت، وبالتأكيد يعني عقليتك هجومية، كل الفرق اللي قدمت عروض ممتعة، كل الفرق اللي قدمت عروض قوية، كل الفرق اللي ضمت سكواد على أعلى مستوى زي بايرن ميونشن، زي بي اس جي، باريس سان جيرمان، زي مانشستر سيتي، لم تستطع التتويج، في حين أنه فريق عانى الحقيقة معاناة شديدة جدا في بداية الموسم وهو تشيلسي قدر يوصل في نهاية المشوار لتحقيق لقب البطولة. إزاي بتشوف المفارقة دي؟ بكل تأكيد أعتقد تشيلسي حقق هذا الإنجاز كفريق، استطاعوا ذلك لأنهم حققوا الفكر الكبير لتوماس توخيل لمدربهم في اللعب كفريق واحد متكامل بالعقلية الألمانية الهجومية بكرة واحدة بلمسة واحدة، فريق يلعب بشكل جيد رائع. توماس توخيل استطاع أن يخلق هذه العقلية وهذه الثقافة في الفريق، في فريق تشيلسي. فريق تشيلسي فعلا استطاع على يعني يعمل على العامل النفسي وحقق ذلك الإنجاز بهذه الطريقة من وجهة نظري. طيب خليني أتكلم، طبعا توماس توخيل مدرب الكثير بيشهد ليه، خصوصا أنه دي تاني مرة على التوالي بيصل للنهائي. صحيح لم يوفق في المرة الأولى مع بي اس جي، ولكنه نجح الحقيقة نجاح يحسب ليه مع تشيلسي. من وجهة نظرك إزاي تغلب مش بس على مان سيتي، إزاي كمان قدر أنه يتغلب على واحد من أفضل، إن ما كانش هو أفضل مدرب في العالم في الوقت الحالي، وهو بيب جوارديولا؟ أنا أعتقد بسبب شخصيته، يمتلك شخصية قوية استطاع أن يفرضها على الفريق، على التيم، ويحقق معهم هذا الإنجاز. هو إنسان قوي، يستطيع بإمكانياته القوية أن يفرض شخصيته. هو قرأ بيب جوارديولا بشكل جيد وفهم كيف يتعامل مع هذا اللقاء. جوارديولا بكل تأكيد مدرب قوي، هو الأفضل من وجهة نظري، من وجهة نظري، من ناحية التكتيك، من ناحية الفنيات هو الأقوى ويمتلك بمميزات رائعة، ولكن توماس توخيل بسبب هذه العقلية استطاع أن يهزمها. طب خليني اتنقل معاك للمنتخب الالماني، طبعا قبل ايام بسيطه من بطوله اليورو، ازاي بتشوف حظوظ المنتخب الالماني، وهل عنده القدره او تشكيله هانس فليك عندها القدره انها توصل لفين في مشوارها في يورو 2021؟ ده بالفعل هو تحدي كبير من وجهه نظري. هو فريق قوي، يمتلك لاعبين أقوياء، جنابري على سبيل المثال، هافارت، سانيه، توماس ميلر، لاعبين أقوياء يستطيعون خلق
الفارق وصنع الفارق. أمام فرنسا سوف يلتقي الفريق الألماني في المجموعة. فرنسا فريق قوي، فريق عظيم قوي، يمتلك لاعبين أيضا أقوياء. أعتقد من وجهة نظري عند في المجموعة الأولى يمتلك الفريق الفرنسي الفرص أو الأقوى والحظوظ الأقوى من وجهة نظري، ولكن أعتقد أن الفريق الألماني سوف يفعل شيء ما. هل بتشوف أنه الكرة الألمانية على مستوى المنتخب تراجعت في الفترة الأخيرة، أو خلينا نقول أنها من الممكن أنها تكون بتمر بأزمة أو بمشكلة أو بتحاول تستعيد هوية الفريق البطل مرة تانية؟ بالتأكيد، أعتقد بكل تأكيد كما ذكرت، فعلا يعاني الفريق المنتخب الألماني والفريق الألماني ببعض المشاكل. إنه جيل جديد وتحدي كبير كما ذكرت. من الصعب إحراز اللقب هذا العام. أنا أعتقد أنهم يمرون بمرحلة صعبة بوقت صعب هذه الأيام بسبب الأزمات الحالية، فيروس كورونا وغيره، وقد يؤثر ذلك بشكل كبير. على مدار أجيال مختلفة الحقيقة قدمت الكرة الألمانية والمنتخب الألماني كتير من النجوم اللي كان ليهم شخصية وكان ليهم تأثير كبير جدا جوه الملعب. بفتكر يعني كارل هانز رومينيجي، لوثر ماتياس، رودي فولر، كلينسمان وغيرهم، الحقيقه من النجوم اللي كانوا مؤثرين جدا في الملعب. بتشوف مين في تشكيله المنتخب الالماني يعني يعتبر امتداد للاسماء دي؟ انه سؤال صعب. بالفعل مر الفريق الألماني بأجيال مختلفة وعقليات مختلفة، ولكن في هذا الوقت لا أستطيع القول هل يشبه ذلك الأجيال السابقة أو هل هذه أفضل تشكيلة. لا أستطيع الحسم أو الإجابة بشكل واضح. أعتقد أنهم يظهرون بشكل جيد أداءهم، ولكن لا أستطيع القول أنهم يشبهون الأجيال السابقة. طيب بوصفك طبعا كنت مهاجم من منتخب ألمانيا وشتوتغارت، لو بصينا حتى على فرق الدوري الألماني يمكن أكثر المهاجمين تميزا مش ألمان، ليفاندوفسكي من بولندا وإيرلينغ هولاند من النرويج. مين من المهاجمين في فرق الدوري الألماني المختلفة شايف أنه ممكن يكون في صدارة المشهد من وجهة نظرك؟ سؤال جميل. أعتقد ليفاندوفسكي يلعب منذ أعوام ومحافظ على مستواه الرائع، يظهر بشكل جيد، لاعب عظيم، أحسن مهاجم لرقم 9، هو أحسن مهاجم رقم 9 في العالم. هالاند أيضا، دعنا نتحدث عن هالاند. هالاند لاعب خرافي، خارق، لاعب قوي. في هذا الوقت أعتقد ليفاندوفسكي استطاع أن يحافظ على مستواه ويجمع خبرات متتالية من إحراز ألقاب، فهو الأفضل من وجهة نظري. لكن فيما يتعلق بمهاجمين ألمان، مين الأبرز من وجهة نظرك على مستوى الدوري الألماني أو الفرق الألمانية؟ أعتقد بالنسبة كمهاجمين ألمان في الوقت الأخير يمر بأزمات صعبة، ليس لدينا لاعب مهاجم قوي ألماني قوي في هذا الوقت. لا أستطيع جنابري على سبيل المثال، ولكنه توماس مولر هو مهاجم صريح، وجنابري ليس مهاجم صريح، ولكن هم يمتلكون قدرات هجومية قوية رائعة. لهذا السبب أرى توماس مولر هو أفضل مهاجم في هذا الوقت. بمناسبة الكلام عن إيرلينغ هولاند، هل تتوقع أنه، أعتقد كمان من النجوم اللي تألقت مع بروسيا دورتموند السنة دي مش بس هولاند، لكن كمان أعتقد أنه جيدن سانشو قدم موسم أكتر من رائع. هل تتوقع أنه بروسيا دورتموند يكون عنده القدرة على الحفاظ على الموهبتين دول في الموسم المقبل؟
أعتقد هالاند ظهر بشكل جيد هذا الموسم، هو لعيب سريع وقوي. أعتقد كان هناك انترفيوز عديدة قمت بعملها مع بروسيا دورتموند، وأعتقد هناك مفاوضات وكلام كثير حول هالاند. أعتقد سوف يبقى هالاند مع بروسيا دورتموند بسبب الموقف الحالي، فيجن كوفيد كورونا أثرت بشكل كبير على الاقتصاد وعلى والأندية عندها أزمات مالية في هذا الوقت. لا أعتقد أنه سوف يذهب بسهولة ويستطيع فريق آخر الدفع هذه المبالغ الكبيرة، فسوف يحتفظ به بروسيا دورتموند. كاكاو، خليني أسألك عن اللاعبين المصريين اللي تعرفهم أو اللي بتتابعهم، وأعتقد أنه يمكن على مستوى المهاجمين مصر يمكن نجحت في تصدير أكثر من مهاجم للملاعب الأوروبية على مدار أجيال مختلفة، منهم نجوم تألقوا في الملاعب الألمانية زي مثلا زيدان، ومنهم الحقيقه لاعبين بيلعبوا النهارده في دوريات اوروبيه زي محمد صلاح وتريزيجيه في انجلترا وزي كوكا في اليونان. تعرف ايه عن الكره المصريه او اللاعبين المصريين؟ بالتاكيد فعلا انا اعلم واعرف، اعرف محمد زيدان مع ماينس، عاصرت هذا الوقت واعرفه جيدا. لعبنا أمام بعضنا البعض في منافسة البوندسليغا الدوري الألماني، لعيب رائع، لعيب قوي محمد زيدان، ومحمد صلاح أيضا، محمد صلاح لعب عظيم، أسطورة معروفة لدينا ونعرفه جيدا وأتابعه بشكل كبير. محمد صلاح هو الأفضل لاعب في هذا الوقت، كما هو الحال عند محمد زيدان، كان أفضل المهاجمين واللاعبين المصريين في زمنه ايضا. اذا كان في نصيحه ممكن توجهها للاعبين المصريين فيما يتعلق مثلا بحصولهم على فرصه احتراف في الدوري الالماني، ايه ممكن تكون اهم النصائح دي؟ اعتقد الاهم لكل لاعب هو فهم العقليه، المينتاليتي، العقلية، يفهم العقلية الألمانية، لأن العقلية الألمانية والثقافة الألمانية صعبة، فعندما تفهم ذلك وتتعايش معها سوف تظهر بشكل جيد. هذا هو الأهم من وجهة نظري. بالفعل عندما يتأقلم اللاعب سواء اللاعب الأجنبي أو المصري مع البوندسليغا والعقلية الألمانية سوف بكل تأكيد يظهر بشكل جيد. ربما على اللاعبين المصريين أن يفكروا بطريقة مختلفة للتعايش في ألمانيا على سبيل المثال. في أوروبا، في ألمانيا نقول واصل 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 المجهود، واصل القوة، فعليهم أن يواصلون ولا يتوقفون. كاكاو، خليني أرجع معاك لمنافسات اليورو مرة تانية. من وجهة نظرك أقرب ثلاث منتخبات من وجهة نظر كاكاو مرشحين لتحقيق اللقب؟ أتى في ذهني فرنسا. فرنسا هي الأقوى، الفرنسيون يمتلكون قدرات عالية، ديوك فريق يمتلكون لاعبين في هذا الزمن في هذا الوقت أقوياء جدا، فهم المرشحون أو المرشح الأبرز من وجهة نظرك. ومين الأقرب مع فرنسا من وجهة نظرك؟ يعني إذا طلبت منك تختار منتخبين تانيين عندهم القدرة على منافسة المنتخب الديوك. أعتقد أنا ألمانيا ممكن، الفريق الألماني، المنتخب الألماني، ولكن هناك بعض الصعوبة. إنجلترا أيضا يمتلك لاعبين شباب صغيرين أقوياء، وكما ذكرت أعتقد من نظري فرنسا هي المرشح. بلجيكا مش من ضمن المنتخبات المرشحة من وجهة نظرك على الرغم من أنهم عندهم تشكيلة الحقيقة مقدمة موسم أكثر من رائع؟ براين كاب، فأعتقد ليس يمتلكون الحظوظ. دي بروين للأسف أصيب بالغة، أصابة صعبة، فقد يؤثر ذلك بالفعل على مستوى الفريق البلجيكي. قد يلعب دور كبير إن عاد، ولكن هو المفتاح، هو المحرك للفريق
بسبب الإصابة للأسف. وعلى مستوى على مستوى اللاعبين، مين اللاعبين اللي كاكاو هيكون حريص على متابعتهم في مبارياتهم مع منتخباتهم في اليورو؟ دي بيست سبيلر سؤال صعب، سؤال صعب، إجابة صعبة، ولكن بالنسبة لي مبابي هو لاعب عظيم قوي، ليفاندوفسكي أيضا سوف يلعب دور كبير مع فريقه، من وجهة نظري أيضا قد يلاقي بعض الصعوبات مبابي، وفي إنجلترا سانشو بيلينغهام في فريق الانجليزي في انجلترا لعب مع دورتموند وظهر بشكل جيد، اعتقد انه سوف اتمنى له يعني كثير من الحظ والتوفيق مع الفريق الانجليزي، ولكن من بي هو الافضل من وجهه نظر افضل ثلاث مهاجمين في العالم من وجهه نظر كاكاو. اوه انه ليفاندوفسكي رقم واحد بالنسبة لي، ثم يأتي صعب القول كين، هاري كين هو في إنجلترا مهاجم قوي، هالاند أيضا أجوير وأنه لاعب قوي عظيم، أنا أحب وأرشح وأرى ليفاندوفسكي هالاند أجويرو. ومين من الجيل الحالي في الملاعب بتشوفه أنه يمكن يكون أداؤه قريب من أداء أو ستايله قريب من ستايل كاكاو كمهاجم مع ألمانيا ومع شتوتغارت؟ هناك لاعبين كثيرين ولكن القليل لا أستطيع ذكر ذلك كي يشبهني أو يشبه كاكاو، هذا نيمار عندما أذكر ذلك هو لاعب مهاجم قوي أراه دائما يشبهني بعض الشيء، ولكن أنا ألعب مثل نيمار بعض الأحيان أو كنت ألعب مثل نيمار بعض الأحيان وستايله وطريقته، يا هذا ما أراه من وجهة نظري. سؤالي الأخير ليك، أنت من معسكر كريستيانو رونالدو ولا من معسكر ليونيل ميسي؟ سؤال جميل، سؤال صعب، منذ أعوام كثيرة أتابع ميسي وفي الأعوام الأخيرة كريستيانو رونالدو أيضا، لا هنا تعادل بين الاثنين يعني لا أستطيع الحسم أو القول. كاكاو بشكرك شكرا جزيلا، شرف لي أنك تكون موجود معنا على شاشة النادي الأهلي في السادسة، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق للماكينات الألمانية طبعا في مشوارها في اليورو.